مساء الخير مشاهدين الكرام في جولة جديدة لليوم داخل مدينة طرابلس وبالتحديد منطقة بوسلي من داخل محل العاصمة للهاتف المحمول. خلونا نشوفوا آخر الأسعار للمحمول لجميع أنواع النقالات، خليكم معنا. نتعرفوا على أحد العاملين داخل المحل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع قناة التبادل الاقتصادية، تعرفنا بحضرتك. عبدالله محمد رجب، أهلا وسهلا بك. طبعا نحابين نعرفوا الأسعار اللي موجودة عندك من نقالات من هواوي سامسونج، ونبغى نعرفوا آخر الموديلات اللي نازلة في السوق. والله عندي بالنسبة للهواوي عندي من 350 لل 2500. بالنسبة للهواوي واي فاي فلايت ذاكرة متاع 16 جيجا 350، وبالنسبة للهواوي واي فاي 2019 ذاكرة متاع 32 جيجا وبصمة 450، وعندك الهواوي واي 6 ذاكرة متاع 32 جيجا وبصمة هذاك 550، وعندي الواي 6 اس نزل جديد 750، وعندي الواي 7 والواي 9 والواي 9 اس. عندي هلبة تشكيلة. الواي 7 كم ساعة؟ الواي 7 برايم 2019 ب 800، ايه بصمة 128 جيجا واي باي واي 5 برايم. وبالنسبة لي السامسونج، والسامسونج والله عندي موديلات من 400 450 500 600 650 700 800، وانت طيب. يعني اسعار التليفونات نزلت، يعني نزلت في حدود، يعني كانت غاليه لما كان الدولار مرتفع، تو نحس فيها ان هي نزلت بشكل، نزلت شويه. عندي من 350 400 500 550 600، يعني صارت متناول الجميع. باهي نبي نعرف شو الفرق ما بين الهواوي والسامسونج، هي كل واحدة وشركة، لكن أما أحسن يعني لو جاك حد من الزبائن وقال لك أنا مش من نوعية المحافظة، وإن أنا يعني ممكن تليفون ناخده بسرعة ما يطيح يتكسر، أنت شن تنصح، السامسونج أم الهواوي؟ لا سامسونج. إيه سامسونج. أما أحسن قطع الغيار تكون رخيصة، السامسونج أم الهواوي؟ المتوفرة السامسونج أكثر من الهواوي. إيه أكثر من الهواوي. نقدر نشوفوا يعني الكفرات أكيد اللي عندك داخل المحل. أكيد مشاهدينا الكرام قاعدين مستمرين في جولتنا معاكم داخل محل العاصمة، خلونا نشوفوا آخر الأسعار لي أكيد غلافات النقالات، خلونا نشوفوا آخر الموديلات اللي نازلة في السوق. الكفرات عندي من 10 15 20 25 30 وانتي طالع معنا. عندي غلافات هيك جددة ما شموع نزلات، وعندي هيك هادم الايفونات 11 برو ماكس، وفي اللي مطاطي وفي اللي قمه وفي اللي شفاف. عندي هلبة تشكيلات جديده. والشاشه اللي تحمي النقال السعر متاعها كم؟ هل درت فيها تخفيض ام قاعده؟ فيها تخفيض 5 دينار بس. شاشه شاشه ضد الكسر 9 دي جي تام مع الجهاز اصليه. بالنسبه لي السماعات الاسعار متاعهم في حدود كم يعني؟ 10 15 20 25 30 35 40 45 يعني. اول السماعات هادو كم السماعات؟ هذا ب 45 دينار بلوتوث وميموري وصله تاي ووكس، وعندي هيك 35 سوني، وعندي البلوتوث هما 25، وعندي هادم الخيط. يعني اسعار في متناول الجميع. قبل ما نختم في سؤال يسألوا فيه المشاهدين، أنت باش تتعامل طريقة الدفع، هل بالكاش أم بالبطاقة؟ نتعامل بالكاش وبالبطاقة وبالشيك المصدق. أكيد حابة نشكرك، شكرا لك لاستضافتك. بارك الله فيك، تحياتي. وبهذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام جولة حلقتنا لليوم، كنت معكم أنا أحلام الأزعر من مدينة طرابلس.